ومعايا برضو الكابتن احمد بلال نجم النادي الاهلي والمنتخب سابقا. مساء الخير يا كابتن، واهلا وسهلا بيك. ازيك يا استاذ هيبه، اخبارك ايه؟ يا رب تكون بخير، واكيد قاعد على اعصابك النهارده. ربنا يسهل ان شاء الله، ربنا يكرم يا رب ان شاء الله. تتوقع ايه بقى، وخايف من ايه، وقلقان من ايه، ومعول على مين؟ يعني انا اتمنى طبعا، يعني ما بحبش في الماتشات دي التوقعات، انا مش عايزين يعني مقاطعه. بالظبط كده، احب يعني الواحد يتمنى ان شاء الله، وندعي وربنا ان شاء الله هو الموفق يعني باذن الله تعالى. اتمنى يا طبعا رب هذه يا رب يا رب. النهارده طيب باي شكل من الاشكال، 1-0 2-0 ركلات ترجيح، وان كنت ما بحددهاش قوي عشان بتبقى فيها ضغطة اعصاب كبيره، ضربات لكن الجزاء اتمنى دي طبعا. بتقعدنا كلنا على اعصابنا. طبعا طبعا موضوع صعب جدا، لان يعني بيبقى فيها حظ كتير، وفيها توفيق وعدم توفيق، وفيها تركيز، محتاج تركيز عالي جدا بعد مباراه بتبقى ماراثونيه بالنسبه لك. فانا اتمنى المباراه تخلص ان شاء الله بدون ركلات ترجيح لصالح الاهلي باذن الله. يا رب. طب اكيد تابعت المؤتمر الصحفي امبارح، تصريحات كولر الشناوي، شفت الاجواء والكواليس دي ازاي، وبتعبر عن ايه قبل الماتش؟ بصي خد بالك، اجواء ما قبل المباريات النهائيه دي بتبقى اجواء يعني بيبقى فيها شد شويه، شد وجذب شويه، المدير الفني بيبقى حريص في تصريحاته شويه، ما بيبديش كل حاجه علشان ما كل الامور ما تنكشفش، بيتكلم في نقاط فنيه بسيطه جدا، مش عايز تمام يكشف نفسه للمدير الفني الثاني او الفرقه الثانيه، وامر طبيعي برضو يعني. طبعا القصه بتاعت الشناوي اللي اثرت كده الكبير، امر طبيعي بيحصل في بعض الشد والجذب يعني، خاصه مع وضع الشناوي، ولكن صح كلامه على الصحافه المصريه ولا غلط؟ بص يعني مش عايز اقول صح ومش عايز اقول غلط، تمام. طبعا بنحترم الصحافه المصريه طبعا والاعلام، وليهم دور كبير جدا جدا في الرياضه المصريه ومسانده الانديه ومسانده اللعيبه، ولكن مع احترامي للجميع في برضو اخبار بتطلع من بعض الصحفيين ما بتبقاش صحيحه، تمام. فبتسيء الحقيقه برضو لجموع محترم من الصحفيين يعني، وده شيء يعني احنا مرينا بيه زمان. بتلاقي انت مثلا قاعد في البيت يقول لك فلان عنده مشكله على المدير الفني، فلان بيتخانق مع زميله اللعيب، فلان عامل، فالكلام ده طبعا بيثير اشمئزاز اللعيبه، او بيعمل حاله غضب عند بعض اللعيبه، وبيعمل اثاره كلام، وخد بالك وبيعمل حاله مش جيده مع المدير الفني كمان، لان طبيعه الحال المدير الفني بيبقى حواليه بعض الاصدقاء، فيشوف والله ده الشناوي متخانق، ده الشناوي مش عايز يلعب، ده مش عايز، ده هوفر من الاسم يعني، فبتبقى برضو حاله من الزعل شويه او الغضب يعني، فاللعيبه ما بتحبش الكلام ده. وان جيت للحق كمان، هو اللي بيعمل برضو حرب نفسيه كبيره يعني، هو تصريحات النادي المنافس يعني، مدرب الترجي قال لك احنا جايين ناخد الكاس وماشيين، النوعيه دي من التصريحات دي حرب نفسيه، حاجه تكتيكيه مقصوده يعني؟ طبعا 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 يعني هو عايز يحط ضغط على فرقه النادي الاهلي، وفي نفس التوقيت برضو عايز يدي ثقه لفرقته. يعني النهارده لما يجي يقول لك احنا كسبنا، قدرنا ان احنا نتخطى سان داونز في ملعبها، فبالتالي ما عندناش يعني او نامل او ممكن من العادي ان احنا نكسب الاهلي في ملعبه، فده ممكن يحط ضغط على فريق النادي الاهلي، وده طبيعي، او يحط ضغط على المدير الفني، تمام. وفي نفس الوقت ممكن يشيل الضغوطات او القلق والتوتر اللي عند اللعيبه عنده وعند الجمهور كمان يعني. اما دي بتبقى يعني ضرب تحت الحزام زي ما بنقول. ضرب تحت الحزام، صح، طبعًا مصطلح طبعًا مهم. طبعًا. طب لو هتختار لعيب من لعيبه الاهلي النهارده وتوجه له رساله، تختار مين وتقول له ايه؟ في اثنين لعيبه انا يعني اتمنى يكونوا في كامل مستواهم النهارده، كويس جدا مع النادي الاهلي، مصطفى شوبير وحسين الشحات، يعني دول الاثنين اللي مصطفى انا مصطفى شوبير وحسين الشحات. يعني حسين الشحات النهارده لو فايق اعتقد الاهلي ممكن النهارده، هو لازم يبقى فايق. ما هو انت عارف مشكله الماتشات دي ان بتعتمد على حاله اللعيبه في نفس اليوم في نفس الساعه في الماتش نفسه، تمام، ومدى تركيزه وعدم توتره وعدم قلقه وكيفيه دخول الماتش وبدايته للجيم، يعني الموضوع مش سهل برضه، الموضوع صعب طبعا على فكره، ضغط نفسي في لعيب يدخل كبير المباراه من اول دقيقه، وفي لعيب ممكن يدخل المباراه بعد
بعد ربع ساعه بعد ثلث ساعه. وكفايه شعورهم ان مصر كلها قاعده بتتابع، ده برضو ضغط نفسي كبير يعني. عشان كده بنتمنى لهم التوفيق طبعا. طبعا 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 طبعا. وبشكرك شكرا جزيلا، نورتنا في الخلاصه الكابتن احمد بلال لاعب الاهلي ونجم منتخب مصر سابقا، نورتنا.